عدة مرضى جوا ضمن قسم الإسعاف، فجأة بينزل برميل بشكل يعني ما حسينا غير صار دمار كبير بالإسعاف، البواب القزاز اللي هاي كلها تتعبى فينا، صار في إصابة خفيفة الحمد لله لا أحد العناصر. حاولنا سحب المصابين لجوا للقسم الداخلي للعمليات، كان أمن شوي من القسم الخارجي لأن البرميل أول برميل نزل على باب المشفى. عبين ما أخلينا المرضى لجوا والمصاب لجوا، نزل البرميل الثاني على المولدات، أدى لدمار كبير في المشفى والمولدات لا طبعا على الأخير. حاليا المشفى تقريبا خارج الخدمة، يعني ما في أي قسم شغال فيه.